بس عايز اتكلم واحنا بنقول مواجهه اليوم مواجهه صعبه. النادي الاهلي برضو السنه دي في بدايه الدوري ما يعني ظروفه مش افضل حال رغم التدعيمات، محمد ابراهيم احمد ياسر ولاعيبه كبار، لكن النتائج مش على قدر الفريق. النهارده لما في ثلاث مواجهات بنك الاهلي عنده نقطه، النهارده برضو ايضا مباراه صعبه على الكابتن طارق مصطفى. بكل تاكيد دايما المباريات امام النادي الاهلي مباريات بكل تاكيد صعبه، ولكن بدايه مش قوية على عكس الموسم اللي فات مع كابتن طارق، طبعا مع طبعا البنك الاهلي بشكل عام. كابتن طارق بيبدأ ان هو يحط الفريق تاني على التراك، ولكن البداية للأسف بداية قوية، يعني أول مباراة كانت مع الزمالك، وبرضه المباراة السابقة مع بيراميدز واتظلم في المباراة دي تحكيميا. مظبوط، الزمالك خد 3 نقاط. صحيح، ويعني كان في قوية كتيرة، وبعد كده في بيراميدز، فبعد كده النادي الأهلي النهارده. فمش عايز اقول ان هو وفي فرقه طبعا، مش عايز اقول ان هو كابتن طارق او فريق البنك مش محظوظ قوي في بدايه مثل هذه البدايات، يعني في موسم قوي، موسم استثنائي، وتبدا بالثلاث اربع فرق قويه، فرق البطولات النادي الاهلي ثم الزمالك وبيراميدز، فبالتالي النتائج مش على المستوى كابتن اسامه. النتائج طبعا يعني فيها مشاكل كبيره جدا، فريق ما عندوش البالانسنج ما بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. الموسم الماضي انهى من الناحيه الهجوميه احرز 46 هدف، تخيل استقبل 45 هدف، ثالث اقوى خط او ثالث اضعف خط دفاع في الموسم الماضي. ليه؟ لان هو ما عندوش التوازن ما بين الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. كابتن طارق زي ما الكباتن قالوا بيلعب كره الهجوميه، بيعتمد على مفاتيح لعب قويه، دعم الصفوف بمحمد ابراهيم علشان يبدا ان هو ينقل الملعب بثرو باسس، صانع العاب طبعا محمد ابراهيم نقدر نقول اللي هو العقل المدبر للفريق زي ما كان قبل كده مع سيراميكا. محمد ابراهيم باعتماد طبعا كابتن طارق على الاجنحه والدفع القويه الهجوميه اللي بيعملوها بيخلي الفريق ده متواجد في التلت الدفاعي. خلي بالك النهارده